هاي الشوارع هسه حاليا انا من البارحه واليوم اكثر بالشوارع وهذا الشارع ايش عرضه بعد جمال هاي المدينه اللي كانت بزمن صدام اترابت عطها هاي مدينه ميسان الجميله هاي مدينه الالعاب هنا هاي الشوارع الترتيب الاناره نسخه الى جميع المحافظين اللي يعرفون نفسهم انهم مقصرين بالاداء المهني راكب انت مكاني هسه اسوي جوله لا تاكسي ولا خارج لازم تفرج تفرج التبليغ تفرج الشغل هسه احنا ايش قد قطع لنا مسافه وباقينا هاي ميسان هاي العماره بعد تبليغ بعد ترتيب بعد ارصفه بعد الشغل انا 13 سنه ما جاي العماره او اكثر من هذا احنا قبل لا اسافر لامريكا ما وصلت العماره وصلتها قبل هاي يعني انت تشوف الشوارع الترتيب التبليط انتبه لي على النظافة الناس اللي حبت تطور من محافظتها والحكومة المحلية اللي حبت انه تبني شيء ملموس بهذه المحافظة الجميلة هذه المحافظة النفطية هذه المحافظة اللي تشتهر بالزئبق بالاسماك وغيرها هذا كورنيش ميسان الجميل هذا النهر من هنا عندك تفرج يعني نهاية الجولة إن شاء الله هذه الجولة راح تكون مستمرة لتغطية محافظة ميسان وإن شاء الله إن نروح للبصرة وللرمادي وراها أنا مود نعرف أن الحكومة هنا المحلية قائمة بواجبها بصورة صحيحة من ناحية التبليط اللي مرات بعض المحافظات انتبه لي على النظافة انتبه لي على نظافة المحافظة أو المدينة أو الكورنيش هذا النهر هنا هاي مدينة مسقط رأس ومدينة رئيس الوزراء محمد الشاه السوداني هاي النظافة هذا الكراسي تبهدي هنا انت تبهدي على مود الاعلام اللي ظالم هاي المدينة اللي ظالم شعب هاي المدينة ليش فرج الجمال ذوق قهوة اهل العمارة لأول مرة شكريتية والله شلون خالب ايش القهوة بلاش نحمد الله على والدي 500 عدي طينا شكريتية أرخص واحدة مال الحدايا طبعا الغاية من التوثيق هو كزيارة إنه هذا ركرد يعني شلون نقول ينحفظ هاي الفيديوهات وهذا كله تاريخ ينحفظ وترجع يشوف أهلك اللي خارج العراق يشوف مدينته يشوف العمارة بمدينته يعني هاي العمارة اللي كل نظرة العالم ونظرة الناس عليها انه هي العمارة مدينة تراب او غوسة او حجة هذا كورنيش العمارة اوكي وهذا شعب العمارة يعني تجيب عائلتك تتمشى هنا تفرج للهدوء اللي الامان اللي 100% وين ما تريد تجي تقعد للصبح فاحنا هاي الدولة اليوم موثقينها ونشكر مجهود القوات الامنية ونشكر القائمين والعاملين على هذا المنجز صراحة يعني انت من تشوف محافظة كانت ترابية محافظة منكوبة هاي الأجسور هذا ترتيب الأجسور هذا الجسر شو اسمه الوراي الجسر السرية هذا الجسر برد النظافة بس انتبه لي على النظافة يعني الله شاهد ورقيب مستمرين في جولتنا بمحافظة العمارة بعد النظافة هنا شلونك خالف؟ شلونك زين؟ شلونك يا قلبي؟ هذا الرصيف هاي الإنارة